الموقع الرسمي للنادي الأهلي يعلن عن بيع حقوق الرعاية لشركة بريزنتيشن. الموقع الرسمي للأهلي طارق أنديل: قوة الأهلي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة. الموقع الرسمي للأهلي طارق أنديل: قوة الأهلي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة. وسراج الدين: عقد الرعاية انطلاقة نحو آفاق استثمارية جديدة. محمد الضماطي: عقد الرعاية الجديد نجاح لمجلس إدارة الأهلي. الشروق: الخطيب أحلم بتجاوز الأهلي لريال مدريد. موقع كرة: الخطيب الأهلي نادي القرن العشرين في أفريقيا. اليوم السابع: الصفقتان كبيرتان، الأهلي يوقع عقدين لرعاية النادي خلال الأسبوع. بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الثلاثاء.